محمد سامي دايما متعود ان هو ناجح وان هو مكسر الدنيا، الفتره الصغيره دي اللي حسيت فيها بظلم علمتك ايه الفتره دي؟ علمتني ما اظلمش يا امير، ما اظلمش عشان في حاجه اسمها كارما. دي كانت كارما؟ تفتكر اللي حصل لك ده اكيد كارما؟ اكيد 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 انا ظلمت حد، اكيد انا ظلمت حد وانا مش عارف هو مين، اكيد ظلمت حد، فربنا يعني اصل ربنا ده مش ظالم يعني. بس انت اتظلمت؟ طبعا اتظلمت. طبعا اتظلمت. انا مسلسلي كل الشارع العربي شافه وكل الشارع العربي تمام، وكان هجوم رهيب عليه وكان هجوم زياده. طب انا اعمل مسلسل وحش؟ خلي ناس للاغراب مسلسل وحش خلاص محدش يتفرج عليه. انما كتير يعني حصل اساءه كتير جدا، كاني مثلا انا ايه كنت واخد مثلا ميزانيه مثلا عشان ان انا وتاليف بقى. اللي يقول لك اصل ميزانيه المسلسل تعدت الميزانيه، ده ما حصلش. اللي يقول لك اصل الضابط اللي قاعد على الارض، ما حصلش. مش ده سبب مشكله. انت فتره اتعرضت فيها لظلم تمام، ودلوقتي الناس اللي شمتت فيك بتبص لهم ازاي دلوقتي كده؟ طيب شيرين عبد الوهاب، لو هتعيد شيرين عبد الوهاب للدراما مره ثانيه، شيرين عبد الوهاب عملت قبل كده مسلسل طريقي ونجحت فيه، هل ممكن ترجع شيرين عبد الوهاب للدراما مره ثانيه؟ انا ما شفتش مسلسل طريقي. ما كانش عندي حظ ان انا اشوفه يعني، ما كانش ما مش عارف ساعتها، اكيد كنت بشتغل في حاجه بعمل حاجه، فانا ما شفتش المسلسل. فانا ما اتفرجتش على شيرين وهي بتمثل. فتسالي واحد في منتهى الجهل، شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب يعني، وناجحه ومغنيه جامده جدا. لو جت دلوقتي شيرين قالت لك يا سامي انا عايز ارجع للدراما، هتفرج على طريقي. هتفرج على طريقي الاول عشان اعرف هي مثلت ازاي في طريقي، عشان اشوف ازاي نعلى عندها. لو هو طريقي زي ما انت بتقولي المسلسل نجح، فانا لازم اشوفه هو نجح ليه، واشوف هي ايه اللي الناس حبوها فيه كممثله مش كمطربه، وابدا اذاكر بقى واجيب بقى اي حاجه هي مثلتها، واجيب كليباتها كلها اتفرج عليها، واجيب الحاجات اتفرج عليها، واشوف ايه اللي يتخلق ليها يطلعها تمثل احسن من المسلسل اللي فات اللي نجح. بس انت تحب تشتغل مع شيرين عبد الوهاب؟ احب اشتغل طبعا. تحب يعني تعمل معاها حاجه دراما؟ احساس ما اعرفش والله، ما بقول لك امير انا ما شفتش شيرين وهي بتمثل. ما اعرفش شيرين بتعرف تمثل حلو ولا لا. اعتبر انها بتمثل حلو. احب انا بقول لك بتمثل حلو. احب طبعا. تحب ان انت تعمل لها عمل ترجعها للدراما مره ثانيه؟ طبعا. شيرين عبد الوهاب دي يعني، شيرين عبد الوهاب دي من احلى الاصوات اللي جت في تاريخ الوطن العربي. ودمها خفيف، شيرين على الحقيقه دمها خفيف شربات، وشخصيه جميله. مين اللي خسرته وندمت على خسارته؟ وندمت على خسارته؟ ما انا اكلمه واصالحه. لا يعني ليه اوصل لدرجه الندم؟ يعني لو حد خسرته وندمت على خسارته وشايف ان انا اللي غلطان، هكلمه واروح له واعدي عليه في البيت واصالحه. خسرته وفرق في حياته، في حياتك، عايزه يرجع حياتك تاني. حد خسرته وعايزه يرجع حياتي تاني؟ وانا لو طردته من حياتي او هو طردني من حياته، يبقى اكيد في خلاف يخليني. مفيش حد نفسك ان انت يعني هتبقى؟ لا والله، في ناس ما بتقدريش تستغني عنهم.